صافنا الشوف في المقابلة مصطفى عيسى سيلفيا دراري كانوا مزيانين بغيت نشوف ثاني كيفما الاداء خويا هذيك كنا خاسرين خدمنا بعضنا في التعادل بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كانت مباراه مزيانه بالنسبه لينا حنايا، خدينا بزاف من واحد التجارب ومنها واحد القضيه اللي نبقاو نرجعوا في الماتش وداكشي، وان شاء الله غادي يكونوا الماتشات اللي جايين احسن من هاد الماتشات. وحنايا ما تحركنا حتى الشوط الثاني، عاد كنا مزيانين وعاد كنا في المستوى ديالنا، ما كناش لاعبين كورتنا في البريمير ميطا. الحمد لله في الزمان كنا مزيانين الحمد لله. على كل حال المهم الماتشات اللي جايين ان شاء الله غيكون خير.